السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الرحمن او دي تيوب لوك. طبعا رجعنا لكم فيديو جديد بناء يعني فيب يعني بس اليوم راح نبني طبعا بالبي سي. طبعا فتحت طبعا حاليا عالم يعني في البي سي يعني كذا ابني في البي سي صراحة وعشان ماين كرافت يعني حقت سوني بدت تجي فيها جلتشات وما ادري ايش والى اخره يعني بنتكلم لكم في الموضوع يعني في المقطع بس خلنا نبدا على طول البناء يعني. طبعا اليوم راح نبني مطعم ماكدونالدز واغلبكم يعني تعرفون هذا الشيء من صوره المقطع يعني او من اسم المقطع حاليا يطلع لكم فيب يعني وعلى طول نبدا يعني فيب يعني هذا الماكدونالدز جبته طبعا من اجنبي هو مو من تصاميمي يعني هو من اجنبي فيب على طول. طبعا تجي للمكان اللي تبيه فيب حاليا راح ابني في مكان محدد بالنسبه لي يعني عشان حاليا قاعد ابني مدينه جديده بنيتها يعني قبل يب تمام على طول تبداها طبعا بحبه درج يعني فيب يعني كذا تسوي هذا الدرج بس تسويها على هذا الشكل لحظه كذا ومتسوي كذا بعدها كذا يعني تخليها بشكل ثلاثي فهمتوا عشان هي راح يكون الباب فيب يعني اوكي بعد ما تسوي هذا الشكل يعني تجيب اللي هو كورتز بلوك كورتز يعني تسوي كذا ثلاث حبات كذا على هذا الشكل وتمدها واحد اثنين ثلاثة ثم تغطيها زي كذا على شكل باب بعدين تمد واحد اثنين ثلاثة وتسوي نفس الشكل اللي زي كذا طبعا تحط قزاز زي كذا يعني بهذا الشكل وتحط اللي هو باب طبعا الباب تحطه من هنا يعني راح يجي يعني كذا زي ما ادري شلون شوف كيف يعني لو نحطه على هذا الشكل شوف كيف بيطلع شكله خايس فهمتوا طبعا راح يجي كذا من اثاث المطعم راح يكون زي كذا فهمتوا يجي كذا طيب يعني يكثر ما قلت كذا ما ادري ايش عموما بعدها تجي من هنا يعني وتعد من هنا يعني من هنا اليسار يعني تقدر طبعا تعكس الجهه بس انا راح احطها بهذا الشكل تجي من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 بلكة طبعا مقاطعة صغيرة راح اكمل طبعا حاليا الفيديو بشدر فيب يعني الشدر صراحة ودي اجرب يعني في فيلم او شيء زي كذا فما ادري ايش رايكم فيه فيلا 1 2 3 نقدر نقول باك ومثل ما تشوفون طبعا راح نكمل بشدر طبعا ما ادري اكتبوا لي تحت في التعليقات اذا تبوني اكمل يعني البناء ابدا ابني يعني بشدر او بدون فيب يعني احس مره شكله حلو يخليك تتحمس انك تبني فيب عموما تكمل طبعا الطبقه الثانيه يعني واذا صوت الكيبورد مزعج شباب اكتبوا لي برضو تحت في التعليقات عشان راح ابدا من اليوم ورايح ابدا ابني في يعني تقريبا يعني راح ابني كثير يعني في البي سي فيب يعني عموما تجيب بلكة الكوارتز وتحط برضو طبقة زيادة يعني على هذا الشكل مثل ما تشوفون تسوون كذا تمدونها طبعا لين النهاية كذا مثل ما تشوفون تمام تمدها لين النهاية مثل ما تشوفون طبعا اذا طلع معكم هذا الشكل فاموركم في سن تبيك او يعني كويس اذا ما فهمتوا اللهجة فتمد من هنا على الطول اليسار يعني هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة ثم تمت طبعا مثل ما هذا الشيء يعني طبعا اذا تبي تغير لون المطعم غير بس احس افضل لون صراحه هذا اللون يعني مره كويس صراحه يعني شكله جدا جميل يعني عموما تجي من هنا طبعا من يمين تسوي نفس هذه الحركه تحط فراغين بعدين ثلاثه تسوي على هذا الشكل فيب يعني من فراغين بعدين دريشه بعدين ثلاث فراغات ثم دريشه ثم ثلاث فراغات مره ثانيه يعني ودريشه ثلاث فراغات من دريشه ثم فراغين ثم دريشه ثم فراغين ثم دريشه فاي بيطلع معكم هذا الشكل طبعا وتعبي قزاز يعني فيب يعني طبعا الاثاث والله ما ادري يعني الشباب كم يعني على الاثاث يعني ما ادري عشان الاثاث مره صراحه يطول بس يلا يعني اذا تبون اكتبوا لي تحت في التعليقات مثلا نقول اذا وصلت الفيديو هذا 500 لايك راح انزل الاثاث طبعا وصلوا خلال يوم او يومين ما ادري صعب احس يوم عشان ما ادري عموما وصلوا يعني وبحاول يعني انزله الصراحه عشان ودي انا اثثه معكم فهمتوا ما فيب يعني عموما بعد ما صار معكم هذا الشكل فيكون كذا انت مره وضعك تمام فيب يعني فالحين نجي من الجهه الثانيه اللي هي من يمين طبعا تجي من هنا من يمين طبعا تجي على هذا الشكل طبعا هذه الدريشه مثل ما تشوفون تجي وتكمل اوكي هذه مشكله البي سي الوحيده المطر كذا مره يخرب تجي من هنا واحد اثنين ثلاثه اربعه اربعه كذا تغطي على هذا الشكل مثل ما تشوفون
أربعة تجي ثم بعدها تحط دريشة. طبعا راح نبدأ على طول من الدرايش فيب يعني، ثم تجي من هنا كذا تمد لحظة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أوكي ستة يب تمام. طبعا الشاشة الثانية اللي الحين ما تشوفوني بعض الأحيان يعني ما أقولها زين، عشان الشاشة اللي جنبي فيها المطعم فهمتوا، قاعد أبني منها طبعا ما حفظتها، صعب إني أحفظ. يب من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، تسوي نفس الشيء يعني تمام كذا، بتحط دريشة طبعا تعبيها كلها يعني. فشوفوا مرة الفيو حلو شباب، والله الفيو مرة جبار، شوف كيف حرام يعني. في ناس تكره الشدر ما ادري ليش وش السبب يعني، اذا انت تكره الشدر اكتب لي سبب، واذا انت تحب الشدر يعني اذكر لي السبب برضه يعني، ودي اشوف عشان في ناس كثير صراحة تكرهها فما ادري ليش يعني. صراحة بالنسبة لي يعني مرة الشدر حلو مثل ما تشوفون الشمس، ومرة يعني الزبدة الشكل حلو. عموما خلينا نكمل، ما بدي اطول. وتجيب طبعا بلكه ايرون فيب يعني، وين ايرون ايرون اوكي بلك ايرون. تيجي من هنا طبعا راح تحط واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 يب 14 بلكة طبعا اوكي. وش السبب الثاني انه يجي الليل يعني، في شو اسمه السوني ما يجي ليل ابدا على كيف ابوك فهمتوا، يب عشان كذا انا احب افضل السوني يعني اكثر. يب يعني يلا تعبيها طبعا طبقة ثانية زيادة يعني، وتحط طبقة ثالثة برضو يعني كذا طبقة ثالثة اوكي 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 تعال. ثم تحط يعني طبقة فوقها اللي هو كوارتز، فتمد من تحت برضو تزيد حبة وتنزلها للأخير يعني هنا، ومتحط من هنا أحمر يعني تعبيها يعني. فيب كذا تمام تمام أو ماي جاد كذا تمام. إيه طبعا هنا من تحت الأيرون تحط برضو الكوارتز يعني زي ما تشوفون. أوكي أحس ما أدري صوت الكيبورد مرة مزعج الصراحة، بس يلا خل هذا المقطع دامه أول يعني مقطع بناء في البي سي، ف يعني عادي لا بد من خطأ يعني، مستحيل ما في شخص بيجي بالكمال كله فهمتوا. اوكي تسوي نفس الشيء اللي قاعد تسويه حاليا، تعبيه كذا. طبعا في شيء فوق زي السقفيه هو اللي بيحلو ام المطعم، لما تشوف مثل ما تشوفون يعني حاليا شكل المطعم شبه زبال فيب يعني. طبعا حاليا راح نبدا مع الجهه الثالثه فيب يعني. اوكي الحين بنبدا من الجهه اليسار اللي هي الثالثه يعني. فتجي من هنا طبعا راح نبدا برضو مع الدرايف، تجي من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، وتسوي نفس الشيء يعني كذا اوكي كذا 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 تمام. وتحط قزاز برضو نفس الشيء كذا، احس المطاعم اذا ما صار فيها قزاز كثير يجي مرة شكله خايس يعني. وتحط هنا ثلاثة أربعة خمسة ستة، وتسوي نفس الشيء كذا تمام، وتحط اللي هو قزاز فيب يعني. اوكي حلو حلو كل شيء كذا تملى ابو امه قزاز فيب يعني. ثم تحط هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة، وتسوي نفس الشيء يعني تقريبا كذا كذا. يب حلو 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 تمام كذا خلصنا الدرايش. الحين بيجي اللي بعده، طبعا هنا راح يكون على شكل طلبات سيارة، بس انا عن نفسي غيرت هذا الشيء يعني. فيب يعني عموما تجي من هنا تحط طبقة زيادة يعني كذا، واحد اثنين كذا زبدة يعني تملاه شفتوا. بعدها تحط من تحت هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا، بعد ما تسوي أربعة تغطي زي كذا تمام، وتسوي اللي هو هذا الشكل يعني. طبعا هنا إذا تبي تحط طلبات سيارة خلك كذا يعني بهذا الشكل، أما إذا ما تبي تحط يعني حطه قزاز. طبعا أنا حطيته قزاز فيوب يعني عشان أنا بسوي طلبات سيارة يعني ما يجي، عشان المدينة شبه مرتبة يعني، أنا بسوي أشياء محددة في هذه المدينة فيوب يعني. طبعا هذه المدينة أنا جد بنيتها فيوب يعني، تسوي نفس الشيء هنا واحد طبعا من هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة، تسوي نفس الشيء على هذا الشكل يعني تمام. أقعد على كذا وتسوي نفس الشيء يعني، هذا حق طلبات سيارة. أوكي طبعا ما تحط قزاز، أنا حط قزاز عشان ما أنا بحط طلبات سيارة فيب يعني. وبرضو نفس الشيء بس هنا شيء مختلف يعني، هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أوكي خمسة يب خمسة كذا فيب يعني، تبلها مع بعض هذه تمام، وتسوي هذا الشكل يعني. اوكي مو بخمسة اتوقع لحظة، يب ستة ستة اوكي غلط غلط معليش شباب معليش على الغلط. خلنا نشيل بس هذا اللي هو المطر فيب، تسوي هذا الشكل طبعا كذا، تحطين قزاز هنا قزاز
والباقي تحطها بلوك ايرون يعني. تمام تملاه كله. بعدها تحط اللي هو بهذا الشكل يعني، تحط اللي هو الكوارتز هنا تحت، هنا تملاه كله اللي هو احمر. طبعا بسوي كت على السريع عشان اخلصه. اي طبعا انا طاري نسيت معليش البس اللبس اللي هو لبس البناء. اوكي طبعا لا تنسون هذا الشيء شباب اللي بي شو اسمه يعني يصير من تيم البناء حقي، اللي هو جيب كرافتنج. طبعا كرافتنج كيفها كرافتنج تيبل، تجيب اللي هو ارمر كذا، تجيب اللي هي هذا اللبس يعني، وتجيب اللي هو برتقالي اللي هو اورنج يعني، تجيبها اورنج 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 اورنج، ها تجيب اللي هو اللون حقه يعني اللي هو هذا كذا، تجي بكل سهولة يعني تسوي هذا الشكل مثل ما تشوفون. ها ونكون كذا لبسناه يعني. ها يلا البس كذا. طبعا سوينا حق التيم حقنا، فيبي يعني اي احد بينزل وان شاء الله بيجي الدعم يلبس هذا اللبس وراح يجي الدعم. طبعا الحين خلصنا كل الجهات، باقي الجهه اللي ورا، والجهه اللي ورا يعني سهله، فيبي يعني ما يبي لها شيء. فتجي من هنا الزبده، تربط هذا الاثنين مع بعض يعني، تربطه للاخير يعني، وتحط تحت اللي هو الاحمر يعني نفس الشيء يعني. اوكي بعد ما تعبيه يعني تجي من هنا تجيب اللي هو الايرون، تسوي له بهذا الشكل يعني، وتم تزبره ابوه لين النهايه يعني، ما تزبره تحط يعني على هذا الشكل نفس الشكل يعني، توصله لين النهايه يعني. هذاك انا متعود على البناء حق البي سي، فيوب يعني لا بتشوف اني اخطا كثير يعني. انت تسوي له كذا فوق، بعدها تحط 1 2 3 4 5 وتسوي كذا، من الباقي عاد تحط كذا مثل هذا الشكل يعني. تمام كذا، بعدها تملا عاد هذا كله قزاز كل الاثنين يعني خلاص وبس. اوكي وخلصنا كذا هذه كل الاشكال. والحين الشيء الاهم الصراحه مره مهم هذا الشيء يعني، اذا ما بنيتك كذا انت ما سويت اي شيء حلو في المطعم، اللي هو تجيب هذه البلكه يعني. خلاص الحين كل هذه الاشياء ما نحتاجها يعني كذا. اوكي لحظه نجيب كذا. اوكي ها كلها ما نحتاجها، بس نحتاج حاليا البلكه هذه والايرون بلوك يعني ايرون. ها اوكي الايرون بلوك، بس هذه الاشياء اللي نحتاجها يعني تقريبا. واليلو اليلو اوكي اليلو، تجيب لك اليلو يعني. اوكي تمام اتوقع ناخذ هذه او هذه. اوكي اوكي بناخذ هذا. تم ناخذ ذا الثلاث الدكات اللي راح نحتاجها يعني. فتجي اول شيء من هنا على هذا الشكل، تجي من كذا للزاويه هذه وتسوي كذا يعني، وتزبره لين النهايه يعني كذا تزبره. طبعا هذا الشيء بيطول مره بس عادي، تمام بيسوي شيء مره حلو، مفعوله مره حلو، بحلوي ابو المطعم يعني. تسوي كذا، بعدها تجي من هنا، شوف من هذه الزاويه تجي تزيد 1 2 يعني، ثم تزبر عاد هذا لين النهايه يب يعني. اوكي تسوي هذا لين النهايه يعني، واذا وصلت للنهايه برضو تسوي نفس الشيء يعني. من هنا تعالوا هنا 1 2 3 تزبر لين النهايه يعني، ومن ورا طبعا من ورا كذا ناتجي بس تسوي حبه يعني بس كذا يب يعني خلصها وارجع لكم. ايه اوكي شباب بعد ما يعني نخلص ذا الشيء بس خلينا نرجع صباح يعني. تمام بعد ما تخلص وتملى كل شيء يعني تجي تسوي بهذا الشكل، تزيد طبقه يعني كذا، طبقه يعني على المكان كله تزيده تلفه على المطعم هذه الطبقه يعني، ومتزيد طبقه برضو زياده يعني وتسوي نفس الشيء يعني كذا تلفه على المطعم كامل. فيب يعني بعدها تزيد طبقه برضو، بس هذه المره راح تكون بلكتين يعني كذا مثل هذا الشكل فهمتوا. فيب يعني ومن تزيد طبقة أخيرة اللي هي راح تكون السقف يعني. فيب يعني فتسويها يعني، أول شيء تزبر هذا الأخير مثل ما تشوفون كذا، تزبرين الأخير يعني مثل ما تشوفون. طبعا تملها زي كذا يعني، شوف الحواف تخليها حبة حبة كذا. فيب يعني اللي ما فهم، ونفس الشيء يعني تسوي تعيدها بهذه ومتعيدها بهذه يعني. فيب يعني هذه الثنتين تعيدها، بس الفرق يعني زيادة طبقة. فيب يعني اوكي ومثل ما تشوفون طبعا خلصنا حاليا اغلب الاشياء، بس باقي سقفيه. سقفيه عاد تسقف على كيفك. فيب يعني كذا تملى هذا عاد كله. فيب يعني من هذه من افضل الاشياء يعني في البي سي مثل ما تشوفون. طبعا شوي فشلت يعني بس الحين نجحت مثل ما تشوفون كذا، غطيت كل شيء على طول امر واحد يعني بدل ما تعب نفسي. طبعا يمكن تجي اغلاط بسيطه يعني، بس شوفوا في الاخير غطيتها كلها. فيب يعني يعني كلها كم غلطه فهمتوا، وله شيء جدا حلو يعني اني انهي ذا كله بسرعه بدون تعب بدون اي شيء يعني. هذا اللي صراحه عاجبني في البي سي. فيب
اوكي مثل ما تشوفون خلصنا الحين المطعم، بس بقي تزيينات نوعا ما، بقي برضو يعني لا تطلع من المقطع شوي شوي، لا تتحمس يعني. طيب يعني تمام. الحين تجي طبعا اللي هي الدريشة هذه، شوف هذه الدريشة شفتوه من هنا، هذه الدريشة الاولى، الدريشة الثانية هذه اللي بين الدريشة الثالثة والثانية، شفتوا كذا ترقى من هذه من هنا كذا ترقى، ومتجي من هنا تحط اللي هو ايرون. طيب تحط كذا وتحط كذا وتحط كذا كذا لين هنا، شفتوا بعدها طبعا تعد من هنا، يعني هنا 1 2 3 4 5 6 7 هنا طبعا راح تكون، وثم انت برضو يعني 7 برضو هنا 1 2 3 4 5 6 7 7 يعني نفس الشيء هنا. طيب يعني وتعبيها يعني لفوق كذا فوق 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 تمام، هنا فوق 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 طبعا، وتحط طبعا هنا راح تكون علامة ماكدونالدز اللي هي هنا، شوفوا تحط من هنا 1 2 3 4 5 تقريبا كذا، لحظة خلنا نتأكد طبعا. اوكي تمام صار 4 يعني 4 يب يب 4 يب يعني وتيجي من هنا يعني من هنا يسار 1 2 3 4 من هنا 4 تعد هنا برضو 4 يعني، ومن هنا نفس الشيء يعني 1 2 3 4 تسوي نفس الشيء، بعدها تسوي مثل هذه الحركة يعني، اتوقع واضح قدامكم لما تشوفون كذا الشكل مرة فخم يعني تمام كذا. شوفوا سوينا علامة ماكدونالدز طبعا حاليا، بس ناقص كم شيء يعني اللي هم برضو يعني طبعا حاليا خلاص خلصنا اهم الاشياء يعني، بس بقي يعني شيء صراحة اللي هو تمد هذا يعني لين النهاية مثل ما تشوفون كذا، تسوي لين النهاية مثل ما تشوفون كذا. لحظة اوكي لحظة كذا كذا تمد 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 لين كذا، حتى تنزله على تحت تنزله كذا تنزله اوكي لحظة كذا كذا مثل ما تشوفون، تسوي نفس الشيء يعني تمد كلهن يعني مع بعض مثل ما تشوفون. اوكي طبعا بعد ما تملاها تجي من هذه الجهة طبعا تروح لهذه الدريشة من النص يعني، شوف من النص هذا حقه تجي كذا ها وتمد طبعا كالعادة يعني، وتروح الدريشة الثانية اللي هي هنا يعني لحظة نشوف من هنا مثل ما تشوفون، طبعا حاولوا تحفظون انتوا راح تعرفون يعني الشكل بعدين مثل ما تشوفون، والدريشة الأخيرة اللي هي هنا يعني تقريبا ايوه هنا هنا فيب، وتمدها عاد للأخير فيب يعني نفس كلهن يعني مع بعض تمدها كذا لين يجي شكلك زي الاكس او ما ادري ايش كذا. طبعا لازم تسوون هذا الشيء عشان يضبط معكم الشكل كذا، ها تنزله على خويه طبعا هنا تمام، يعني جدا الحركة بسيطة. شوف كيف خلت شكل المطعم حلو، شوف كيف لم خلتها حلو مرة، كان اول زي الخرا يعني نوعا ما صراحة بالنسبة لي يعني، ما ادري عاد بالنسبة لكم ما ادري ايش رايكم يعني. خلنا نشيل بس الويذر الويذر كلير يعني نشيل الجو فيب يعني. فشباب يعني تعالوا الديسكورد ان شاء الله راح ما انسى يعني بحط لكم رابط الديسكورد، تعالوا يمكن راح بعدين يعني راح احتاج ممثلين وزي كذا يعني، ويمكن احول بي سي يعني فجاه، ف يعني يمكن تكون انت محظوظ وراح تدخل معي وراح تكون ممثلين فادخل يعني ما انت بخسران شيء. فيب اوكي لحظه نشيل نحط يعني صبح اوكي تمام، وكذا نكون خلصنا ماكدونالدز تمام. شوفوا مثل ما تشوفون كذا لازم تسوي نفس الشيء يعني، لازم نفس الشيء اللي الحين طالع لي يكون طالع لك. فيب يعني حاليا خلصنا ماكدونالدز، شوفوا بشكل اخير يعني شوفوا هنا بالاف 1 طبعا اوكي في خفافيش داخل للاسف، بس شوفوا كيف الشكل يعني ومن هنا يعني شوفوا كيف اوكي مثل ما تشوفون يعني نظرة اخيرة اوكي شوفوا شوفوا يعني مرة حلو الشكل. فيب عاد الاثاث زي ما قلت لكم يعني في احتمال كبير يعني ما انزل الاثاث يب يعني اوكي مثل ما تشوفون خلاص. كان عبد الرحمن او دي تو بلوك ومع السلامة.